انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. عايز ان حد يعتقد حد بعمل انتقاد فعلا ايجابي، مش انتقاد مثلا تنتقد عشان تهدم المجتمع. لما حد بيكون بيشتغل بقاله حاجه وعشرين سنه في السوق، لما يجي يعمل فستان شخص ما، اكيد هيكون حاطط في باله كل الحرص. الشخص ده مين؟ اللي ماشي على ريد كاربت، ولا رايح فرح، ولا رايح على ستيج، ولا 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 ولا. اصل انت كمان لما تعمل فستان انترناشونال، هو ده نوع من الـ من الـ بتنافس نفسك. انت هتعرف تعمل الفستان ده ولا لا؟ انت ده هيدفع له بالدولار وباليورو والفات الدولارات، وتروح تعمل بروفه وطياره واقامه وي وي. هل انت تعرف تعمل الخياط بيعمله الفرنساوي، ولا انت ما ليك بس في اللاين بتاعه؟ هو الهجوم ده في حد ذاته هو نجاح الشخص. فدايما انت انتقدت انت ناجح اولا. بس انا كنت عايز اقول حاجه صغيره. لما دنيا سمير غانم حبت تلبس فستان بسرعه، فاكر ان هو فستان على الانترنت يعني ممكن يبقى تمنه معقول ولطيف، هم حددوا فرحهم في خلال 15 يوم، فرح ايمي وحسن، ووالدتها جات لي ودنيا وده قالت لي خليك انت مع ماما ومع ايمي عشان انا مش عايز ارخمك. فبدانا نعمل فستان ايمي وفستان مدام دلال، وبعد كده لقيت فجاه ان الدنيا قالت لي الحقني، انا كنت عامله فستان اوردر على فستان بره، والصوره اهي وجات لي. بص حتى ممكن اقول لكم الواتساب، يعني بعتت لي الصوره على طول. انا بس انا يعني انا بكون يعني محتفظ باسرار زملائي، نوع من الادب، نوع من الشياكه، نوع من يعني يكون كاتب من الاسرار. يعني قالت لي بس السعر طلع خيالي، انا ما اقدرش، يعني انا ما احبش ادفعك، مش ما اقدرش، قالت لي ما احبش ادفعك. فقالت لي انا عايز اعمل نفس الفستان ونفس اللون، وهبعت لبيت الازياء هقول لهم انا عملته في مصر في 48 ساعه ولا في يومين ثلاثه. قلت لها بلاش، قالت لي لا انا عايزاه وهو ده. قلت لها خلاص اوكي، هو ده تحدي وانا هعمله. ولما كتبت باي هاني البحيري، اللي هو مصنوع عند هاني البحيري، مش ديزاين هاني البحيري. جابت قماشه من عند سالم، قطع يمكن 3800 جنيه حاجه كده، طبعا جنيه يعني اقل من كام دولار؟ اقل من 200 دولار. انت بتتكلم في مبلغ يعني ممكن تجيب لك النهارده يعني فيلا صغيره او تاون هاوس صغير. اتعمل في 48 ساعه. فالدنيا انا عارف اسفها وهي زبونتي، واول مره تلبس فستان سواريه في حياتها كان عندي انا، وراحت تركيا خدت بيه جايزه. فامها بتقول لي انا عمري ما هنسى ان انت وشك حلو علينا مدام دلال عبد العزيز الفنانه الكبيره المحترمه. كنت انا بنفس الفستان وانا روح المنافسه، روح التميز، وانا عايز اثبت للعالم ان احنا، انا لو عايز اخبي على الصحافه المصريه، طب ما انا اقلب الفستان اعمله لونه احمر ولا حد هياخد باله، اقول لها لا ده لون الموف البتنجاني احلى، احط لها حزام بفكره وانتهى الامر. اصل انا بعمل كوبي مش بالغباء ده، اصل في ناس بتبقى غبيه قوي فتروح عامل لك تران يقول لك ماي ديزاين. مع الاحترام في بعض الناس، انا عندي يعني في حد ربنا يخليه حد كده من اصدقاء ومن يعني من باب عندهم موقع على الانترنت خاص بالمراه، بقى لها سنه بتعمل سيرش على كوبي بيست والاصل والتقليد، وكلمتني وقالت لي انا عندي كذا كذا كذا. انا مخطوط، انا عندي ماسك لكل ديزاينر، يعني كل واحد كل جواد كبوه، بس انا ادبي يمنعني اقول كده، اخلاقي تمنعني كده، احترامي لزملائي في المهنه ما يخلينيش ان انا اقول كده، ولا حتى من الفانز ولا ولا ولا. لكل واحد طريقه، كل واحد طريقته في التعامل، وانا قادر ان انا احافظ على نفسي واحافظ على نفسي. وكثر الانتقاد هو ده معناه النجاح. الشجره المثمره هي دايما بتتحدد بالطول. دنيا سمير غانم كان نوع من المنافسه، نوع من اللي احنا هننفذه في 24 ساعه 48 ساعه، نوع اللي هي نفسها فيه، نوع اللي هي مش هتدفع المبلغ ده فستان يتعمل باقل من الزيرو، مش اقل من 1%. اقل، انت لو قلت 1% يعني كام؟ هيبقى 10,000 جنيه قماشه بكام؟ وانا يعني فسرت لها حتى لو قلنا كادو او غير كادو اي حاجه، بس انت بتقول انت يعني انتوا ازاي بالاسعار عندكم بالغلو ده؟ انا عندي اسعار بس عندي اسعار بتعب عليها وبشتغل وبجيب خامات وبشغل عمال. انا امبارح شايف استاذ بتاع حد مصمم الازياء العالميين جاي لي، انا بعمله بطانه الفستان، ازاي انت جاي للمصريين بتقدم لهم؟ بتقدمه لفنانه كبيره، الفنانه اعجبت بيها عشان لازم تبقى عندها ستوك فساتين راحه مهرجان، لازم عندها مينيمم 10 فساتين سواريه، ريد كاربت اوبننج وكلوزنج، وعندها ريد كاربت كل يوم افلام، فبتقول لك يلا هلبسه. لكن الاوبننج والكلوزنج هاني البحيري، ايه بتوين؟ هتقول لك اي حد مفيش مشكله،
بس قلت لها، فقالت لي يعني اشوف الفستان عامل ازاي، انا اتخضيت، انا ممكن بكره اروح اصوره تراك وشوفه عامل ايه، ادبي يمنعني، اخلاقي تمنعني، اسرار المهنه تمنعني، بس اقول كده ما قلتش هو مين وغير، يعني مفيش حاجه ممسوكه على حد الحمد لله. بس انا بقول واقسمت في البدايه، واللي عايز يصدق هيصدق، مش هيصدق يعني طبعا تحت امر. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انتي وبس.com.